في زرع الفرح في نفوس الأطفال وضمن أنشطة وفعاليات عيد سيدة البشارة. أقيم كرمس للأطفال في صالة كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس في حي المحطة بمدينة حمص. تضمن أنشطة تفاعلية ترفيهية وألعاب جماعية هادفة ورسم على الوجوه بالإضافة إلى المسابقات. بمناسبة عيد البشارة بشارة السيدة العذراء بالكنيسة نحن هون عاملين نشاط مدة أسبوع. اليوم في عنا الكرمس للأطفال حضروا الأخوة وكمان في عنا أنشطة ثقافية وأنشطة روحية وصلوات. الكرمس هدفه زرع البسمة على وجه الأطفال بالإضافة لألعاب هادفة منها ألعاب تفاعلية ومنها ألعاب بتعلم الولد الذكاء التركيز كيف إصابة الهدف مثلا. بنتيجة هدول الأطفال لو نحن أقل شيء نزرعه أنه نزرعه ورسمة على وجههم. الكرمس عم بيضم 25 لعبة تفاعلية هدفها تنمي مواهب الأطفال وتنمي قدراتهم، والهدف الأساسي هو تزرع الضحكة والبسمة على وجوه الكل. أطفال سوريا بتستاهل الفرح، بتستاهل النجاح، بتستاهل كل شيء حلو مننا. نحن هون فرحانين ومبسوطين كتير، نتمنى كل الأطفال بسوريا يكونوا فرحانين ومبسوطين ورحمة الشهداء اللي هن كانوا السبب برجوع الأمن والأمان لسوريا. أنا كتير مبسوطة بالكرمس وأنا بتمنى كل الأولاد يكونوا فرحانين ومبسوطين. كل عام وأنت بخير لسوريا ولجميع أطفال سوريا. الله يحمي سوريا وأطفال سوريا ويرحم الشهداء، كل عام وأنت بخير. أنا كتير مبسوطة هون لأنه تعرفت على رفقات جداد وفي كتير ألعاب حلوة. كل عام وأنتم بخير لسوريا ولأطفال سوريا كمان. نحن كتير مبسوطين لأنه في ألعاب كتير حلوة وتعرفت على رفقات جداد وكتير كتير حلوين الألعاب، وبتمنى يكونوا كل الأطفال فرحانين. على مدار 3 ساعات أمضى الأطفال وقتا ممتعا عبروا فيه عن مهاراتهم وقدراتهم ونبض الفرح في قلوبهم، فهم أطفال سوريا الذين يستحقون الفرح والعيش بسلام.